ده. تقنية التقشير دي من احلى التقنيات اللذيذة اللي احنا بنحبها، لان هي بتجدد خلايا البشرة، والبشرة لما تقشر بتبقى لذيذة، بس ليها ميعاد معين في السنة، مش في اي وقت بتتعمل. يستحسن طبعا فترة الشتاء لحد نص شهر 3، لحد اخر شهر 4. يعني عندنا الفرصة دلوقتي ان احنا نعملها لغاية ممكن يعني كمان اسبوعين جايين نقدر نقشر بشرتنا. ممكن بس مش محببة قوي ان حدا تقشر بشرتها علشان تشيل البثور السوداء دي. يعني طريقة قوية وعنيفة لإزالة البثور السوداء. بس في اكتر من نوع من التقشير صح؟ يعني في تقشير خفيف وفي تقشير عميق، يعني في انواع كتير. هو التقشير دلوقتي بقى في تريتمنت بتتعمل تقشير في البيت. التقشير اللي في البيت دوت بيبقى فيه بتبقى يعني ليها كذا ازازه، بتستخدم ازازه بالليل، ازازه الظهر، ازازه الصبح. دي بتخلي الوش زي الوش البيبي بالظبط، يعني الواحده لما تستخدمها كل اللي يشوفها واو انت ايه اللي جارها، بشرتك عملتي فيها ايه؟ يو لوك اميزنج. يعني فعلا دي كل الناس بتيجي الفيدباك بتاعهم لما بيستخدموها، بسمعوا وبييجوا يحكوا لي وبيقابلوني بيحكوا لي اللي هم الاكسبيرينس بتاعتهم. بس لازم بالها من حاجه، انه التقشير ما تخرجيش في الشمس، اذا هتقشري وشك فما ينفعش تخرجي في الشمس. طبعا لازم يبقى في اشراف طبيب او اشراف دكتور طبعاً. او مين المتخصص اللي ماسك البشره هو اللي يبقى، لان في تعليمات كتير قوي هي هتمشي عليها بعد ما تقشر بشرتها صح؟ اكيد مزبوط. اكيد. وفي كريمات بتستخدمها بجانب التقشير مش اكيد طبعا، وفيتامينات عشان فرصه هي بتقشر البشره تتغذى. صحيح. مش بس تقشر، تتقشر وتتغذى في نفس الوقت.